حاجة. فريحوا أعصابكم، أنتوا داخلين بثها، هي تبي توسع صدرها، أنتوا وسعوا صدركم، ما تبون ترى في إكس اطلع وروح اللي بعده. صح صادقة. يعني ريح بالك، أنا بس عشانك نصيحة، ولا هي مريحة بالها؟ هي عادي لو تناظر وجهها الجميل كذا في الكام عاشت حياتها. حبيبتي والله شروق، يا حبيبة قلبي أقسم بالله، حبيبتي يسعدك ويسعد كلامك، ويا ليت كل آمين يا الناس رب. شوفي أنا بس بقول راح لك تقابل ناس ما راح تفهم أبد. شوفي أنا مرة نفس تجربتك بس نوعا ما مختلفة، أوكي؟ ترى أنا عندي طفلين. بس شوفي حقول لك حاجة، إيش سويت من قراراتي ترى كانت يمكن أصعب من قراراتك بكثير، أوكي؟ خذيت كذا، تخيل، يعني جربت دكاترة نفسية، جربت أشياء مرة كثيرة، بالأخير كذا لقيت دفتر حق ولدي والقلم جنبه، أخذت وحطيت خط كذا بالوسط، كتبت الأشياء الإيجابية وبعدين الأشياء السلبية. فإيش أخذ مني الموضوع بشكل مبدئي، قعدت أكتب أشياء يعني نوعا ما لازم أفكر فيها تصير عميقة. فجأة الدفتر هذا استوليت عليه صفحة ورا صفحة، صفحة ورا صفحة، لين ما قررت إني أرجع لمكان معين، أوكي؟ صحيح نمط الحياة بيكون مرة مختلف، بس هذا كنت إيش بالأخير، وشو بس ما طلع فيني إني محتاجة الأمان، إني محتاجة الأمان، إني ما حنطرد لو ما اندفعت، ما حيتشردون عيالي لو ما أدري إيش، ما حكلف نفسي زيادة وأصير أكبر من عمري بمئة سنة بس عشان أطلع لقمة عيش. حتى لو بعد عمر طويل توفيت أضمن أن عيالي في أحد يقدر يمسكهم. فعرفت أن مشكلتي كانت الأمان، فأنا حاسة فيك. طيب الأمان هو، والصدق صدق هو أهم شيء في الحياة، الأمان أهم شيء. أنت تدرين أنك أنت حتى لو مستندة على جدار تدرين أن هذا جدار تبعك، ما حد راح يقدر يطلعك منه، حتى لو ما دفعتي، حتى لو ما سويتي. في ناس تكفلك في الموضوع هذا، في ناس تكفل أكلك اليومي، الحمد لله إحنا بعز وخير، فهذا الشيء ترى نعمة من الله. فأنا اخترت هذا الطريق ليش؟ عشان الأمان، عشان ما أقعد آكل في نفسي. قسما بالله أحيانا شو أقول بنفسي، أقول أخاف أني أنام ما أصحى، وكان يهون علي نوعا ما الشراب، بس أقوم على نفس الواقع ما في شي تغير. ما في شيء تغير. إي بس وش الشراب يسوي؟ يهون عليك الموضوع، يلا نخليها لبكرة وبكرة نخليه لبعده، يعني نوعا ما نفسها نفس الحبوب النفسية ترى. واللي يقول إدمان ما إدمان، هي ما هي إدمان، أنت لو مر باللي إحنا مرينا فيه راح تفهم المقصد. صدقني لو يوم أنا حسيت بالأمان ما رحت أدور على هذا الشيء. أبدا أبدا، ولا أصلا راح تدقين بابه أصلا. أيوة هذا هو. ما راح فصدقوني يفهم، يعني ما ح... انتم ما صدقيني تفهمون، والله بس اهم والله يا شيء شكوك يا شكوك، لو تتكلمين من اليوم لبكرة ما حد راح يفهم اللي احنا قاعدين نتكلم فيه، لأن هم ما مروا بالتجربة. اي اطز فيهم، انا قاعده اتكلم عشانك انت، لاني حاسه ان فيك شيء مني، فهمتي كيف؟ فانتي دوري الامان الحين، انت دامك تحطين شيء في فكرك، دوري وين الامان لك ولعيالك. حتى القطوه، وهي القطوه طيب اذا كانوا عيالها بمكان مو امان تروح تنادي الانسان، حتى لو هي متوحشه، او تجي تاخذ عيالها وتروح تحطهم مكان امن. الرجل الحين يوم زوجها اوكي كويس وفي صفات كويسه ويغار عليها، ما ادري ايش الفائده يغار عليها او ما يغار عليها، ترى في غيره عن غيره تفرق، في غيره ثقه، في غيره ثقه، في وفي غيرة غيره حب، تشك في غيرة حب وفي تشك. غيرة شك. لو رجل طيب كان ما تعني له هذه المراه، بس هذول عياله من صلبه،
كيف ما أصرف عليهم؟ كيف بيكبرون بيقولون أبونا ما سوى لنا شيء، أمنا لو كانت مشت الطريق خطأ